السلام عليكم اخواني اخواتي، كما كتشوفوا صباحكم مبروك. هذا الصباح هذا انا غادي للطريق تاعي للخدمه. كما كتشوفوا واحد العاصفه جات تاع البارح، كتشوفوا المناظر تاع الثلج. هذه العاصفه بدات من البارح وما غتساليش حتى اليوم ان شاء الله الليل. كتشوفوا الثلج. انا كنتواجد مدينة نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية. هاد المنطقة هذه بالضبط هي منطقة بروكلين، محافظة تاع بروكلين. كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي، كنوريكم هاد المناظر الجميلة. يعني الثلج اللي كيطيح كيعطي واحد البهجة، يعني خصوصا هنايا كيفرحوا بزاف مع راس السنه واكثريه الوقيته ديال الكريسماس. ضروري ان الثلج يكون يتساقط، الا ما نزلش الثلج ما كتكونش الفرحه عندهم. كما كتشوفوا اخواني اخواتي، هذا دار الملح وزول الثلج اللي عنده. هادو باقي الناس متفقوا غادي يحيدوه ولا ما غيحيدوش. انا خرجت من المنزل تاعي وغادا في الطريق، غادي ناخذ الباص غنوصل لواحد المحطه ديال الصبواي باش غادي ناخذ التران باش نلتجئ للشغل ديالي ان شاء الله. وبغيت نشارككم هاد اللحظه هذه، كنوريكم هاد المناظر. واحد شويه كما كانتش هاد الوباء، راه كتشوفوا الوليدات كيخرجوا كيلعبوا بالثلج، كيصنعوا البيوت تاع الثلج. يعني الثلج كيفرحهم بزاف. كما كتشوفوا اخواني اخواتي، الطريق كله بياض الثلج. الثلج كيتساقط، يعني حتى كيبان لكم ان السماء كلها بيضاء، ما كاينش شي سحابه شي غمامه كحله ولا شي حاجه. ديما هذه هي حاله تاع الثلج فاش كيتساقط، كتكون سبحان الله كتكون السماء كلها بيضاء. هانتوما اخواني اخواتي، كما كتشوفوا هاد الحافله تاعي جايه بالازرق. غادي نخليكم غادي نقع الحافله ومن بعد نكمل معكم تتمه ديال هذه الجوله هذه. Yeah.
ما جيتش في الوقت. دابا انا غنتجه لاخر عربه ديال القطار. هذيك هي اللي كتحطني في الطريق مباشره للصابوه اللي غنطلع منه اللي غادي نمشي اتجاه الشغل ديالي. شوفوا البيوت من الفوق كلها بيضاء، يعني واحد المنظر جميل. وهذا القطار يكون هذا اكسبريس، هذا غير واقف ما غاديش يركب، لان ديما في اي صباح يكون كذا السكك الحديدية، واحد كيجي والاخر كيجي، والوسطى هي كتكون تاع الامرجنسي. إذا كان تران وجاي وراه تران آخر، ما خاص تكون بيناتهم تقريبا على الأقل واحد 6 المحطات يكونوا بعاد على غاديتهم. داكشي علاش ملي كتكون شي حالة هكا طريقة كيكونوا قراب لبعضياتهم كيعلموا الثاني باش يمشي في السكة تاع الإمرجنسي تاع الإكسبريس.
أنا هطلع سهلي أخذت شوية ديما الشغل كبير ساعتني لكن حتى شي إشكال حيت كاينة العاصفة يعني نتاع الوسائل النقل كتمشي بشوية بشوية عليها ولو أكثر ديال التران مخصهاش تمشي بواحد السرعة صافي فاش كيتساقط كيما قلت لكم غيسالي حتى الليل ان شاء الله هاد المنطقه هذه كنشتغل بها اكثر اللي كيتواجدوا فيها الناس من بنغلاديش اللي ساكنين في هذه المنطقه سبانيش يعني الباكستان كما كتشوفوا المحلات اغلبيه كتبقى مكتوبه بالكرديه هادو كل المحلات تاع بنغلاديش انتو فرح لها كثيره هاد المنطقه هذه كثير هذه هي هاد المنطقه هذه كانت معروفه في بروكلين باسم بورو بارك يعني من الاحياء اللي غاليه بزاف في الرانت يعني في الكراء الايجار تاع الكراء هنا غالي كثير يعني كتلقاها غرفه واحده ومطبخ لي بنروم واحد المراح صغير ولكن ما كنقولوا حنا الصالون هو ماشي صالون كتلقاه أوفاس مع لاكويزين كانت تقريبا بالنسبة للفلوس المغربية تاعنا كانت تاخد واحد جوج مليون ونص الإيجار في الشهر يعني مناطق يبقى غالية كثيرة وفيها الكومباني بزاف فيها الشركات بزاف يعني هذا الشيء اللي كيخلي هذا الاتجاه هذا اللي غالي كتعرف بان كاع الاحياء الصناعيه كيكون الايجار فيها طالع بزاف
غادي نودعكم اخواني اخواتي، وكنتمنى ان تعجبكم هذه الجوله هذه اللي خديتها معكم. وصباحكم مبروك، اللي عنده الصباح صباحه مبروك، واللي عنده المساء مساءه سعيد. كيف ما كتشوفوا يعني الفرق ما بين السوايع، يعني ما بين الولايات المتحده الامريكيه والمغرب، واحد 6 سوايع باش فايتينا. فاحنا الله عندنا الصباح هذه جيل سعود. كنودعكم اخواني اخواتي، وشكرا ومع السلامه.